فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. اكيد رئيس نادي الصفاقسي كان وصل اول امس لتونس قادم من البنين في طائره خاصه، موجود حاليا في المستشفى العسكري. حبينا نتمنوا على حالته الصحيه. من عند مراسلنا في صفاقس الفاضل ابو جنيح اكيد عنده اكثر تفاصيل على صحه رئيس نادي الصفاقسي. فاضل اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بالساده المستمعين. بالفعل كما قلت اسلام، رئيس النادي الرياضي الصفاقسي الناس كل تعرف اللي هو توا حاليا متواجد في المستشفى العسكري في تونس، قاعد يقوم بالتحاليل اللازمه وبالكشوفات اللازمه لتشخيص المرض نتاعو. اسلام نعرف انه المشاكل الصحيه للسيد المنصف خناخم بدات بعد مباراه النجم الساحلي، كان عانى الناس كل نعرفه من معناها من ضغط كبير في المباراه هذه وبعد المباراه، وخاصه نحن على اطلاع بالكواليس كانت فما معناها نقولوا احنا بلغتنا غلط برشا معناها المجريات نتاع المباراه، خاصه الحكام معناها الاغلاط اللي صاروا فيها من طرف الحكم اسامه بن اسحاق. دونك كما قلت لك وقت اللي تحول للبنين كرئيس وفد هو ديجا وقت السيد مصطفى خماخم يعاني من شويه ضغط، ونعرف الناس كله انه عنده مشاكل في القلب معناها من قديم الزمان السيد مصطفى خماخم، وكان تقريبا قبل اربع او خمسه شهور بالتحديد من توا كان اجرى تدخل صغير على القلب اسلام. دونك كما قلت لك المشاكل هذه مش جديده للسيد مصطفى خماخم، لكن بعد ما تحول للبنين معناها صارت له كما نقولوا معناها بلغه الطب انسيفيزونس بيلمونير. اش معناها اسلام؟ وقت اللي وصل للبنين تقريبا بعد ثلاثة سوايع من الوصول نتاعه، خاطر نعرفوا الناس كل اللي هو الحق في رحله يوم الاثنين ما تحولش مع الوفد، خاطر الوفد جاء سبق نهار الاحد في العشرة نتاع الصباح طلع من مطار تونس قرطاج. السيد منصف خماخم الحق هو صبري بن حسن الحارس مرمى الثاني ومعه نور الزمان الزموري لحقوا معناها نهار الاثنين. دونك دوبا الناس وصل بعد ثلاثة سوايع بالضبط، ولا سيد المنصف خماخم معناها الحاله نتاعو تقلق. كيفاش اسلام؟ ما عادش ينجم يتنفس سيد المنصف خماخم، يلهث معناها كما قلت لك انسيفيزونس في المونير، حتى هو قاعد من غير ما يعمل اي مجهود كان يلهث. دونك لهنا وقع معناها ديريكت النقل نتاعو لاحد المصاحبه الخاصه غادي في البنين، تلقى شويه اسعافات اوليه عملوا له معناها سكانير غادي وبالتنسيق مع الطبيب نتاعو المتواجد لهنا في تونس. بعد تالي قعدوا يتبعوا في الحاله نتاعو، الحمد لله في البنين استقرت شويه الحاله نتاعو على البدايه معناها كما قلت لك كان معناها متخلق برشا سيد منصف خماخم، ما ينجمش حتى يتنفس الا بصعوبه. خذا الاكسجين نتاعو، معناها الناس كل شكت اللي هي كورونا لكن ماهيش كورونا. كما قلت لك ثم شويه مشاكل في الرواري. دونك لهنا معناها كان ثم خيارين امام القاء فاضل في البنين العنايه اللازمه. للأمانة ثم هنا لازم أبقى في البنين. شنو معناها بور كالمي معناها زون كالمي لا مالادي، فهمتني؟ دونك شنو اللي صار لهنا؟ كانوا الإطار الطبي كان أمام زوج خيارات إسلام. الخيار الأول هو أنه يرجع مع الوفد، لكن كان ثم كما نقولوا احنا كان ثم خطر كبير ياسر على سيد منصف خماخم. علاش؟ إذا كان باش يرجع في فول نورمال مع الالتيتود تنجم هذيك لي بولدار اللي تكونت له في الرواري نتاعو تنجم الله لا يقدر تتفلق. دونك لهنا تنجم حتى تودي بالحياه نتاع السيد مصطفى خماخم، ولهنا نحبوا معناها نشيروا وتعب كبير معناها رحله طويله ما تنجمش تعرف شنو نجم يصير معناها. شوف اسلام في الذهاب النادي الرياضي الصفاقسي كان عمل له اسكال واحد في العاصمه التركيه في العاصمه الاقتصاديه التركيه اسطنبول. الاسكال هذا منه ديريكت اومون تحولوا لكوتونو عاصمه البنين. في الروتور اسلام الطياره اللي تعمل معناها تركيا اللي تعمل كوتونو في الروتور تتعدى على بيدجون وبعد تالي تعاود ترجع. دونك في الروتور ميم دوز اسكال، دونك الرحله باش تكون مرهقه ومرهقه برشا، وكما قلت لك ثم ريسك كبير خاصه مع الارتفاع. نعرفوا الارتفاع تتبدل برشا معطيات بالنسبه لصحه معناها الناس. اي في التنفس في الاكسجين صحيح. فوالا افكتيفمون. دونك كان ثم خطر كبير ياسر انه باش يرجع في فول نورمال السيد منصور خدخ. ونعطيك معلومه يا اسلام لهنا انه الخطوط التركيه كانت شرطت على طبيب النادي الرياضي الصفاقسي انه يصحح على وثيقه، الوثيقه هذه معناها تكون بحوزه الخطوط التركيه في صوره ما حصلت حاجه للسيد منصف خماخم، فانه الطبيب يتحمل المسؤوليات نتاعو والنادي الرياضي الصفاقسي يتحمل المسؤوليات نتاعها، هذه تنصل المسؤوليه من طرف الخطوط التركيه. دونك لهنا معناها كما قلت لك عندهم حق ما تمش تنصل المسؤوليه. بيان سير افكتيفمون، اقول لك انت في بالك بهم مريض تجرى له حاجه على الطياره نتاعي تحملوا المسؤوليات نتاعكم. دونك لهنا الخيار هذا كما قلت لك معناها فيه ريسك كبير برشا على السيد منصف خماخم. الخيار الثاني هو توفير طائره خاصه مجهزه بالاكسجين، مجهزه معناها بالاسعافات الاوليه، معناها طائره معناها كما نقولوا باش تتحول بالذمه للسيد منصف خماخم.
كانت رئاسة الحكومة نعرفوا الناس كل المسلسل اللي صار معناها بالتنسيق مع وزارة الشباب الرياضة مع الجامعة التونسية لكرة القدم كانوا وفروا طائرة عسكرية. الطائرة العسكرية هذه سلام معناها برشا ناس ولاو يتحكموا على الطائرة هذه، لكن نأكد لك لهنا الطائرة هذه العسكرية اللي وقع معناها تكليفها بالمهمة هي طائرة جديدة كانت تقتنيتها القوات المسلحة التونسية سنة 2013 و2014. القوات المسلحة خذت زوج طائرات من نوع هيركول 630 اللي كانت معدل النقل السيد منصف خماخم واحدة منها، والديفو سمعت من معناها من بعض الأصدقاء اللي هو سيتي أمبان إلكتريك معناها سي با فاسيل دي شيفري ماهوش بالسهل باش يطيحوا بالبانو باش يصلحوه. دونك سي كورت لا عادت توخرت الرحله نتاع الطياره الخاصه هذه ب 24 ساعه. كانوا تلمدوا رجالات النادي ووفروا وعدوا انهم حاضرين باش يتكفلوا معناها بالطياره هذه الطياره الخاصه من الخطوط التونسيه، سيد منصف السلامي، سيد صلاح الدين زحاف، سيد لطفي عبد الناظر، الكلهم كانوا حاضرين باش يدفعوا الفلوس نتاع الطياره هذه ويشتروها باش تروح بالسيد منصف خماخم. في الاخر وقع التنسيق مع رئاسه الحكومه مذكور السيد هشام مشيشي كما قلت لك وزير الشباب والرياضه بالنيابه في تسمح سامحني سهام العيادي سهام العيادي فوالا، وسيد وديع جرور الجريء رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم كانوا في الاخر معناها ساهموا باش يبعثوا طياره للخطوط التونسيه وبعثوا فيها السيد سمير عبد المؤمن اللي هو سيد سيرفيس سامي في احد المستشفيات في العاصمه، وكانوا تنقلوا أولامس معناها تقريبا الماضي ساعة نتاع النهار وصلوا الكوتونو ومعناها ورجعت الطيارة في ليلته وصل تقريبا بوقت تونس في الواحدة صباحا منها مباشرة تحول المستشفى العسكري، وتوا حاليا السلام قاعدين يقوم بالكشوفات اللازمة باش يعرفوا شنو معناها السبب نتاع معناها كما قلت لك هذه المشكلة للسيد المنصف خماخم، المشكلة خاصة في الجهاز التنفسي سلام. معناها مازالوا لتوا معناتها حالته مش واضحة هكا. افكتيف مون تو قاعدين كما قلت لك ثم لي سكانر ثم قاعد يقوم بالتحاليل ثم مشاكل كما قلت لك في الجهاز التنفسي نتاع السيد منصف خماخم، وتنجم تكون مرتبطه الحكايه هذه بمرض القلب اللي يعاني منه السيد منصف خماخم. نعرفوا دوبوي اكستون عنده مشاكل على مستوى القلب سلام. خاطر شفنا حتى بعض الصور يبدو حتى معنويا حالته معنوياته مرتفعه. سيد منصف خماخم والله اسلام معناها انا نعرفه شخصيا وانت تعرفه زاده وكنا معناها عملنا معه حتى انترفيو في البيرو نتاعو، حتى كي يبدا عنده مشاكل من الناس اللي تتحمل الضغط ومن الناس اللي يظهر عليها التوتر معناها حتى وقت اللي يبدا متوتر سي منصف خماخم وقت اللي تقعد بحذاه يظهر لك اللي هو لاباس عليه اللي هو ما عنده شيء معناها كما نقولوا احنا يحمل معناها يعفص على روح سيد منصف خماخم ما يظهرش فهمت معناها مطينا نتاع العباد اللي ما تتشكاش اللي ما تقولش عندي مشاكل اللي ما تقولش عندي مشاكل صحيه وكذا يتصرف عادي مع الناس كل حتى برشا وخيان ولا طب ولا اطار الطب اللي يتحولوا ياخذوا في السيلفي مع سي منصف شفنا اللي هو متبسم في التصاور الكل اللي خرجت شوف معناها اونديري انسان ما عندوش مشاكل معناها حاده على مستوى الجهاز التنفسي هذه بتاعه السيد منصف خماخم كما قلت لك بقدر حبه للجهه وبقدر حبه للفريق نتاع النادي الرياضي الساسي بقدر انه يحمل كما قلت لك معناها السيبورت معناها فهمت الضغوطات والسيبورت المشاكل في خاطر الجهه ولا في خاطر جمعيه النادي الرياضي الساسي اسلام. يعطيك الصحه شكرا لك فاضل بوجناح على كل هذه التفاصيل ان شاء الله بالشفاء العاجل لرئيس النادي الساسي السيد المنصف خماخم اكيد غسله وتتعدى ان شاء الله ينجزها في اقرب وقت. نزلنا مواصلين في البلاي حتى 5:30.